المسؤولية التقصيرية دكتور تاج ياسر محمد حامد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزي الدارس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد بدأنا في المحاضرة السابقة الكلام عن المبادئ الأساسية التي تعتبر مفتاحا لمنهج ودراسة أحكام المسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية، وسنواصل الحديث عن هذه المبادئ العامة إلى أن نتناول بعد ذلك القواعد العامة لإصدار الأحكام. هنالك قاعدة، قاعدة 12، هذه القاعدة تنص على أن الخراج بالضمان، والخراج هو ما يخرج من الشيء، فخراج الشجر مثلا ثمره، وخراج الحيوان نسله، والمقصود هنا النتاج، وهو ما يثبت في كل نتاج كلبن الحيوان وغلة الأرض. أما المقصود بالضمان فهو ما ينفق أو يصرف على الحيوان أو العقار. ما معنى هذا الكلام؟ خراج بالضمان يعني أن من يسأل عن ضمان شيء عند التلف له الحق في منفعته في مقابل تحمله تبعة الهلاك أثناء بقائه عنده، وذلك كما إذا كان المبيع شجرة أثمرت عند المشتري ثم ردت إلى البائع كانت الثمار للمشتري، لأنه يتحمل تبعة الهلاك لو هلكت عنده. وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف، سببه أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل قد استعمل غلامي، فقال الخراج بالضمان، وهذا يعني أن المنافع المستوفاة من العبد هي للمشتري في مقابل مسؤوليته عن ضمان الملك، لأنه لو تلف عنده لضمناه وهكذا. قاعدة 13، الغرم بالغن، هذه القاعدة عزيزي الدارس تطابق المادة 37 مميلة الأحكام العدلية، وهي تعني أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره، كما هو الحال بالنسبة للشراكة، فالشريك له من الربح عليه أن يتحمل من الخسارة أيضا، وكما هو الحال بالنسبة للحائط المشترك، إذا تصدع فإنه يلزم الشريكين بهدمه وإعادة بنائه، ذلك لأنه سبق أن استفادوا منه. وهذه القاعدة تتفق إلى حد كبير مع نظرية تسمى نظرية تحمل التبعة، وسيجيء الحديث عن هذه النظرية في جزء ثاني من هذا الشرح. وتحمل التبعة تعفي المتضرر من إثبات خطأ مرتكب الفعل الضار، ومن أمثلة هذه القاعدة إلزام المستعير بنفقة رد العارية إلى المعير. قاعدة 14، الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذنه، هذه القاعدة تطابق المادة 95 من مجلة الأحكام العدلية، وهي تعني أنه لا يجوز لشخص أن يأمر آخر بالتصرف في ملك غيره لأنه لا يملك هذا الحق، وإذا فعل كان الضمان على المأمور أي على من ارتكب الفعل. فاقد الشيء القاعدة أيضا فاقد الشيء لا يعطي. فمثلا لو أمر عمرو زيدا بأن يهدم منزل أحد الأشخاص، أو يأمر عمرو زيدا بأن يذبح شاة أحد الأشخاص، أو أن يتلف أموال شخص، فإن الضمان يكون على زيد لأنه هو الذي هدم المنزل أو هو الذي ذبح الشاة أو أتلف المال، وعلى المأمور أن يرجع على الآمر إذا لم يكن يعلم بأن ما تصرف فيه يخص آخرا غير الآمر. أما إذا كان الآمر بالتصرف بإذن المالك فإن الأمر يكون صحيحا وهو بديهي، وعلى هذا فالأمر الصادر من شخص بالتصرف في ملك الغير باطل، ومن ثم تكون الاستجابة إليه باطلة مما يتحقق معها الضمان. قاعدة 15، من أخذ الأجر حوسب بالعمل، إذا استأجر شخص أجيرا وقام بالعمل استحق الأجر، وإذا أوفى المستأجر الأجرة الأجير أجره، وفقا للعقد كان على الأجير أن يقوم بالعمل التزاما وإلا رد الأجر. والإجارة كما نعلم إما إجارة أشياء أو إجارة أشخاص، فإذا كانت الأولى فإن على المؤجر أن يسلم المأجور إلى المستأجر كما يلزم أيضا بضمان العيب. أما إذا كانت الإجارة إجارة أشخاص فإذا استوفى المستأجر أجره فإن عليه أن يفيء بالعمل المتفق عليه كما هو، فإذا نقص فيه أنقص أجره، وإذا لم يوفه حرم من أجله. قاعدة 16، مطل الغنى ظلم، المطل هو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والمعنى هو أن الأصل هو رد ما استحق إن كان مغدورا عليه، فإن لم يكن مقدورا عليه قام به واحد من المسلمين، ورسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم
لغنى ظلم، فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع. إن كان الشخص ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولكن إذا كان الحق على غنى ومع ذلك لم يدفع أو تأخر في الدفع فإن فعله هذا يعد ظلما ويقع عليه من الأثم ما يقع على الظالم. مثل الغادر يحل عقوبته. المطل كما قلنا هو تأخير الحقوق بغير عذر، فإذا كان المطل مما يقدر استحق العقاب إذا كان المطل في نطاق القانون الجنائي، كما هو الحال في جريمة خيانة الأمانة. والعقوبة هنا طبيعي هي عقوبة تعزيرية، قد تكون بالحبس أو الغرامة أو الجلد. أما إذا كان مما يدخل في نطاق المعاملات مثل القرض فإن الشخص يجبر على رده ويحجز على أمواله ثابتة كانت أو منقولة، وتكون العقوبة هنا هو في الحقيقة تعويض إجبار الشخص على الوفاء. وإذا كان الشخص معسرا وكان المطل في الجنايات فإن هذا لا يعد عذرا وإنما تحل العقوبة. أما إذا كان مما يدخل في نطاق المعاملات واستطاع إثبات العذر فإنه يمهل لحين يساره. قاعدة 18، على القادر غرم الشكاية. تحدد المحاكم عادة رسما معينا يدفع عند رفع الدعوة، هو مقرر على القادر فقط. أما غير القادر فقد حدد القانون طريقة معينة لإثبات عدم مقدرته، فإذا استطاع إثبات ذلك أمكنه أن يقاضي بدون رسوم، وهذا الإجراء معروف في معظم قوانين العالم، وقد عرفته الشريعة الإسلامية منذ ميلادها، من ثم كان هذا المبدأ المذكور من المبادئ الهامة في التقاضي. قاعدة 19، يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبرا، وهذه القاعدة تطابق المادة 59 موجات الأحكام العدلية، والحكم هنا يقارب ما قلناه عند الحديث عن الفقرة 14. مثال، إذا أمر شخص آخر بإتلاف مال ثالث فأتلفه فلا يسأل عنه الآمر بل يسأل المأمور ويقع عليه الضمان، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان المأمور مجبرا أو مكرها على ارتكاب الفعل فلا يسأل في هذه الحالة طالما توفرت شروط الإكراه المعروفة قانونا والتي سيرد شرحها لاحقا. على أنه يلاحظ أنه ليس هنالك ما يمنع من صدور الحكم بالضمان على الآمر والمأمور بالتضامن والانفراد. فمثال، إذا أمر شخص برش الماء مثلا فأزال حائطا فإن المأمور يسأل وحده لأن الأمر لم يشمل إزالة الحائط، على أنه إذا كان رش الماء من شأنه أن يذيب الحائط فإن الآمر يمكن أن يضم إلى الدعوة مع المأمور. قاعدة 20، المباشر ضامن وإن لم يتعمد. هذه القاعدة تطابق المادة 92 مجلة الأحكام العدلية، والمباشر هو من يرتكب الفعل بنفسه، ولذلك فهو يضمن ما يترتب على هذا الفعل سواء ارتكب فعله هذا عن قصد أم لا. فإذا دخل شخص مكانا فزلقت قدمه فكسر منضدة أو أراق عصيرا فإنه يضمنه، وإذا كسر حطبا فطار جزء منه وكسر زجاج سيارة أو نافذة الجار المجاور فإنه يضمن، وإذا أطلق شخص عيارا ناريا على طائر فأصاب شخصا أو أتلف شيئا فإنه يضمن وهكذا. فلا يشترط هنا التعمد أو القصد وإنما يضمن الشخص ولو لم يكن متعمدا. هنا جاءت قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد. القاعدة 21، المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد، وهذه القاعدة تطابق المادة 93 من مجلة الأحكام العدلية، والمتسبب هو من يسبب تلف الشيء بعلمه وهو لا يضمن إلا إذا كان متعمدا إتلاف الشيء. فلو حفر شخص بئرا في الطريق العام مثلا بإذن الجهات المختصة أو السلطات فوقع فيه حيوان وتلف فإنه لا يضمن، ولكنه يضمن إذا لم يحصل على إذن ذلك السلطات أو الجهات. مثال آخر، لو سقى شخص أرضه على نحو طبيعي فسال الماء وجرى على أرض الجار فأحدث ضررا بها فإنه لا يضمن لأنه لم يخرج عما كان عليه الحال. أما إذا سقاها على غير ما جرى عليه الحال من قبل فسالت وتلفت أرض الغير فإنه يضمن وهكذا، وذلك تطبيقا لقاعدة المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. قاعدة 22، إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، وهذه القاعدة تطابق المادة 90 من مجلة الأحكام العدلية، والمباشر هو من ارتكب الفعل مباشرة دون أن يتدخل بين فعله وما ترتب عليه أي فعل آخر. أما المتسبب فهو من لا يكون فعله سبب في الإتلاف دون تدخل من أي فاعل آخر. ويبين الفرق بين المباشر والمتسبب في المثال الآتي، لو حفر شخص بئرا في الطريق العام مثلا وقام شخص آخر بإلقاء حيوان في البئر فتلف
هذا الحيوان فإن حافر البئر يكون متسببا بحفره للبئر، أما من ألقى الحيوان فإنه يكون مباشرا لارتكاب الفعل لأنه قام بإلقاء الحيوان في البئر. لذلك فإن الأول لا يضمن إلا إذا كان متعمدا، أما الثاني فهو يضمن إذا كان متعمدا أو لا، ولكن إذا وقع الحيوان في البئر وحده ودون تدخل من أحد فإن المتسبب في حفر هذه البئر يسأل إذا لم يكن قد حصل على إذن من الجهات المختصة. وذلك تطبيقا لقاعدة اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. أما إذا حصل هذا الشخص على إذن فلا يسأل وكذا، وإذا حفر المتسبب البئر دون إذن السلطات المختصة وقام الشخص بإلقاء حيوان فيها فإنه ما هو يضمنان سويا. قال 23 العقد شريعة المتعاقدين، يعني هذا إن على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهما كما ورد في العقد. في عقد البيع مثلا يقوم البائع بتسليم المبيع ويقوم المشتري بدفع الثمن، وهذه القاعدة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي تحقيق لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهكذا. فمتى عقد العقد وتوافرت فيه جميع شروطه تحققت لهذا العقد جميع آثاره، وأصبح على كل من المتعاقدين الوفاء بالتزامه نحو المتعاقد الآخر، وسوف يجيء الحديث عن هذا بشكل أوفى عند شرح نصوص العقد. قاعدة 24 يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. الأصل أن الشخص حر في استعمال حقه كيف شاء، شريطة ألا يضر في استعماله الحق هذا بمال أو نفوس الآخرين، والأصل استعمال الإنسان حقه على النحو المسموح به شرعا، فإذا استعمله على نحو يخالف الشرع وترتب على استعماله هذا ضرر الآخرين فإنه يضمن. قاعدة 25 الضرورات تبيح المحظورات، إلا أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، وهذه القاعدة تطابق في شقها الأول مادة 21 من مجلد الأحكام العدلية، وتطابق المادة 33 منها أيضا. والضرورة هي الحالة الملجئة للتناول الممنوع شرعا، فهي رخصة تبيح لصاحبها ارتكاب الممنوع أو المحرم مع بقائه محرما، كما في حالة المجاعة فهي تبيح الفعل المحظور كأكل الميتة ولكنها لا تمس حقوق الآخرين. في حالة الإكراه مثلا، سواء كان هذا الإكراه ماديا أو معنويا صادرا من غير أو نابعا من المكره نفسه أو أكره شخص آخر لإتلاف مال الغير، فإن المكره لا يؤاخذ ولو تعرض شخص للهلاك بسبب الجوع وأخذ من طعام غيره فإنه لا يؤاخذ شريطة أن لا يكون في أخذ طعام الغير تعريض له للهلاك وشريطة أن يؤدي ثمن هذا الطعام. ويجب أيضا ألا تكون الضرورة مساوية للمحظور، كما لو أكره شخص بتهديده بالقتل مثلا لقتل شخص آخر. في كل هذه الأحوال فإن الاضطرار لا يبطل حق الغير في الضمان، إذ يجب على المضطر أن يضمن ما يتلفه أو يأخذه، فلو اضطر شخص جائع إلى أكل طعام غيره فإنه يدفع قيمته أو ثمنه، ولو استأجر شخص دابة أو مركبا لنقله إلى مكان ما في مدة معينة وانقضت المدة قبل وصوله إلى ذلك المكان دفع فرق الأجرة عن المدة المتبقية. قال 26 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، وهذه القاعدة تقابل المادة 115 من مجلد الأحكام العدلية، والقياس هو إثبات حكم للفرع كحكم الأصلي لوجود مماثلة في العلة بين المقيس والمقاس عليه، أو بعبارة أخرى بين المشبه والمشبه به. والمعنى إنه إذا جاء حكم على خلاف القياس استثناء لعلة فيه فإن هذا الحكم لا يقاس عليه لأنه أصلا مخالف للقياس، مثال ذلك عدم جواز التعاقد على المعدوم، ولكن استثناء جوز عقد السلم وعقد الإيجار والاستصناع، فهذه العقود غير جائزة لوقوعها على معدوم عند العقد، ولكن نظرا للحاجة جوزت هذه العقود. والمراد بالنص هنا هو نصوص هذا القانون الذي يفترض أنها لا تخالف الكتاب والسنة، فحيث وجد النص الذي يحكم الحالة المعروضة فلا يجوز الاجتهاد لإيجاد حكم آخر لهذا النص، وإنما يجب التقييد بالنص. أما تفسير النص فهذا أمر آخر وسوف نتعرض له في موضعه إن شاء الله. فإذا كان حكم النص المتفق مع الشرع هو أن البين على من ادعى واليمين على من أنكر، فلا يجوز الاجتهاد للقول بسماع المنكر مثلا أو أن يؤدي المدعي اليمين على المدعي، بمعنى أنه لا يجوز للمحاكم أن تصدر
أحكام بناء على اجتهاد طالما كان هنالك نص واضح في القانون. فإذا كان هنالك نص موجود في هذه الحالة فإن المحكمة ملزمة بأن تطبق هذا النص كيفما كان. ولكن إذا كان النص غير واضح في هذه الحالة تستطيع المحكمة أن تفسر، وكما سنرى لاحقا المحكمة هي بتفسر هذا النص لأنها مختصة بحكم القانون بتفسير النصوص القانونية. لذلك ولك من اختصاص المحكمة العليا طعن في مخالفة القانون أو تأويله أو تفسيره، اللي هو إذا كان النص غير واضح. لكن إذا كان النص موجود وواضح فلا تستطيع المحكمة أن تخرج عن هذه النصوص بأي شكل من الأشكال. القاعدة 28 تعريف القصد. القصد معناه حالة الرجل الذي يستطيع أن يتنبأ بنتائج فعله ويرغب فيها، مثل أن يطلق الرجل النار على آخر، فهو يدرك أو يتنبأ بأنه قد يصيبه، يعلم وهو راغب في إصابته. مثال آخر، إذا أحجم شخص عن إطعام الطفل الذي ترك تحت رعايته مدركا أنه قد يموت، أي مستحضرا ذلك الاحتمال وراغبا في موته جوعا. معنى ذلك أن تعريف القصد أن الشخص يريد الشيء إرادة متجهة لإحداث أثر قانوني، أي توافر العلم والإرادة، علم بالوقايع وإرادة تحقيق تلك النتيجة. والقصد يتطلب حضور ذهني لدى المدعي عليه وهو يقوم بالفعل المعني ويستحضر عواقبه، يضاف إلى ذلك رغبته في تحقيق تلك العواقب، اللي هو علم بالوقايع واتجاه نحو تحقيق تلك الوقايع. وهما نوعين، في قصد احتمالي وقصد مباشر. قصد احتمالي نوع من القصد المباشر. وبداية نقول بأنه ينبغي أن نتذكر أنه يستحيل على القانون أن يعرف على وجه الدقة ما يدور في ذهن الإنسان، ولا يعرف حالته الذهنية وهو يقوم بفعل معين، ولكن القانون ينسب للإنسان في كل من الأحيان قصدا قد يشك في صحة الآخرون. والقانون لا يحاكم الأفكار الناس، لأن الحالة الذهنية للإنسان وإن كانت حقيقة إلا أن اكتشافها أمر صعب جدا، والمحكمة تستنتجها من أقواله وفعله. والقصد يعني ضمنيا الرغبة في تحقيق النتيجة الموجودة من الفعل أو الامتناع. فهناك كثير من مرتكبي الخطأ يجد الواحد نفسه مسؤولا في نظر القانون عن نتائج لم يكن راغبا فيها، بل ولم يكن منتبها لها. نقف عند هذا الحد ونواصل في المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا. المسؤولية التقصيرية، دكتور تاجسر محمد حامد.